هذا تحدي بأسوي الأوت بورج اللي هو أقرب شيء نقول عنها عصيدة الشوفان. بأخذ الشوفان مع الحليب مع كذا نكهة موجودة للفول السوداني، لكن أنا حابة نكهة القرفة، هذه اللي بطبخها على النار. بعد المكونات بزين فيها الطبق وكذا تقريبا كثافة الشوفان. وهذا شيء يرجع لنوعية الشوفان اللي تستخدمونها، إذا كان ناعم ما يحتاج بالحين طبخ على النار، يكفي في الميكرويف مع حليب. ما ياخذ وقت، تقريبا 5 دقائق، وما عندي مقادير معينة. أحط الشوفان مع الحليب، حسيته ثقيل أزيد شوية حليب، حسيته خفيف أزيد شوية شوفان وبس. بعد ما رفعت على النار بحط ملعقتين من زبدة الفول السوداني اللي بنكهة القرفة، ولا ملعقة ثانية تشيلها. دقيقة عندك طعمها.